قلت لي إننا سوف نبدأ اليوم في قصة جديدة. نعم يا مولاي. إذا نضرب لي مثل الرجل الذي يطلب الحاجة فإذا ظفر بها أضاعها. إن طلب الحاجة أهون من الاحتفاظ بها، والوصول إلى القمة أسهل من الاستمرار عليها والثبات فوقها. وهل تناولت ذلك في كتابك ليلة ودمنة؟ نعم يا مولاي. ليس أدل على ذلك مما حدث بين القرد ماهر والغيلم؟ الغيلم؟ ماذا تعني بالغيلم؟ الغيلم يا مولاي هو ذكر السلحفاة. أمرك غريب يا بيدبة، ولماذا تصعب الأمر علي؟ سميت القرد بماهر، فلماذا لم تختر اسما لذكر السلحفاة بدلا من الغيلم هذا؟ إذن يا مولاي لنقل إن القرد اسمه ماهر، ونسمي الغيلم، ماذا نسميه؟ فلنسميه حرشف. إذن اقرأ لي يا بيدبة قصة القرد ماهر وذكر السلحفاة حرشوف. ماذا حدث لك يا فتوان؟ كيف تجرؤ أن تأخذ ثمرة الجوز من أمامي؟ أنسيت أني أنا القرد ماهر ملك القرود؟ لا يا ماهر، أنت الذي نسيت أني فتوان القرد القوي والشاب العفي، ولا يوجد مثلي في الغابة اثنان. ولكن أنا الملك. وأنا أهزأ بك وأسخر منك. قلبي، كيف تكون ملكا على القرود وأنت عجوز لا تستطيع حماية نفسك؟ لأني لا أحتاج إلى القوة بقدر ما أحتاج إلى الحكمة. لكن ما أرثناه عن أجدادنا القرود أن القرد الأقوى هو الذي يعين ملكا على القرود. وأنا أدعوك إلى منازلتي لكي أثبت لك أني أحق منك وأني أولى بالتاج. تعقل يا فتوان، تعقل، وإلا ندمت على ما تفعل. قم يا ماهر ودافع عن نفسك. قم يا ماهر، خذ هذه أيضا. أغيثوني. دافع عن نفسك. اذهب عني وإلا قتلتك. اذهب ولا تعود إلى هنا مرة أخرى. اذهب، أنا فتوان ملك القرود. أيتها القرود، لقد انتصرت على القرد ماهر وأعلنت نفسي ملكا عليكم، ومن لا يعترف بي ملكا يأتي إلي لألقنه درسا لن ينساه. أنا فتوان ملك القرود. أنا فتوان. أنا فتوان، أنا فتوان، أنا فتوان، أنا فتوان.
صرعني فتوان وأثبت أنه يستحق التاج عني. لم أعد قادرا على دخول الجبلاية مرة أخرى. وهكذا تدور الدوائر. انتصرت على من كان ملكا قبلي، وجاء فتوان وانتصر علي وصرعني. علي أن أقضي باقي العمر هنا أسفل شجرة التين، آكل وأشرب وأبتعد عن العراق. لم تعد صحتي تتحمل الصراع. هذا هو المكان المناسب يا ماهر. كل شيء هنا جميل. الوحدة فقط هي التي ستضايقني، ولكن من يدري، ربما يكون لي فيما بعد أصدقاء. أراك تستعد للخروج يا حرتشوف. إلى أين تذهب وتتركني وحيدة؟ سوف أذهب إلى شجرة التين يا كيادة، على بعض ثمارها الناضجة تسقط فيكون لي فيها نصيب. شجرة التين إنها على الناحية الأخرى من النهر. وهل نسيت أننا نحن السلاحف نجيد السباحة يا كيادة؟ سوف أسبح إلى هناك، وما أسهل أن أصل. أعدك بأن أعود إليك بثمار التين الطازجة يا زوجتي. عدني ألا تتأخر علي يا حرشوف. لا تقلقي يا كيادة، سوف أعود إليك محملا بالثمار ولن أتأخر. وداعا يا حرشوف. هكذا أنت دائما تفضل الذهاب وحدك وتتركني وحيدة حتى تأتي. سأنادي جارتي وسيطة كي تجلس معي وتسليني إلى أن يعود حرشوف. يا وسيطة، وسيطة. نعم يا ماهر. هل تصدق يا حرشوف أني سعدت جدا بمعرفتك، وأني كدت أفقد الأمل في أن يكون لي صديق في هذا المكان؟ وهل تصدقني أنت يا ماهر أنني شعرت مذ رأيتك وأنت ترمي إلي بالثمار أنك سوف تصبح أعز أصدقائي وأقربهم إلي؟ وهل تأتي إلى هنا كثيرا يا أخ حرشوف؟ كلما اشتقت إلى ثمار التين آتي إلى هنا، ولكني سآتي كثيرا كثيرا بعد ذلك. وهذا ما يسعدني يا حرشوف. ويسعدني أنا أيضا يا ماهر. إذن نتعاهد على الصداقة، ونتعاهد ألا يخدع أحدنا الآخر مهما كانت الأسباب، وأن نظل وفيان لبعضنا ما دامت لنا الحياة. أعاهدك على هذا يا ماهر، لكن قل لي، هذه أول مرة أراك هنا. نعم يا حرشوف، هذه أول مرة آتي فيها إلى هنا، ولهذا قصة طويلة بدأتها أنا وأنهاها فتوان. فتوان؟ ومن هو فتوان هذا؟ هذا ما سأقصه عليك يا حرشوف. وما الذي يضايقك في ذلك يا كياد؟ ولماذا يتركني وحيدة؟ لا أجد من أحدثه ويحدثني، وأسليه ويسليني ويخفف عني.
ألست أكفيك يا كيادة؟ عذرا يا وسيطة، لست أقصد هذا، ولكني متضايقة. قال إنه سوف يأتي بسرعة، ها هي ساعة قد مضت إن لم يكن أكثر ولم يأتي بعد. اسمع يا كيادة، سأسأل زوجي وأعرف سبب تأخر حرشوف. إن زوجي اليوم يقوم بحراسة الشاطئ، ولا بد أنه قد عرف أين ذهب زوجك أو رآه. ومتى يأتي زوجك؟ لابد أنه قد حضر. إذن اذهبي واسأليه وعودي إلي وأبلغيني. هذا ما سأفعله الآن يا كيادة. ولماذا التأجيل يا ماهر؟ في المرة القادمة يا حرشوف سوف آتي معك. لا لا يا ماهر، أنت لا تتصور ما في الحديقة، إنها مليئة بالفواكه المثمرة. وما الذي يجعلك تتركها وتأتي إلى شجرة التين ما دامت الحديقة المجاورة لبيتك ملأى بالفواكه كما تقول؟ إن شجرها عال يا ماهر، ولا أستطيع الوصول إليه، ولكن صعود الأشجار أسهل عليك. وكيف آتي معك وأنت تسكن على الجانب الآخر من النهر وأنا لا أجيد السباحة؟ هذه مشكلة بسيطة. كيف؟ سوف تركب على ظهري وأنا أسبح بك حتى نصل إلى الشاطئ في أمان. دعني أفكر يا حرشوف. تفكرين في ماذا يا وسيطة؟ أفكر في ماذا؟ في الطريقة التي تعيد إليك حرشوف طبعا. وكيف يكون ذلك؟ أنت تعرفين حرشوف، لو ذهبت إليه سوف يعاندني ولن يعود معي، وأنا لا أضمن حرشوف عند غضبه. لن نذهب إليه، فهذه ليست هي المشكلة. وما هي المشكلة إذن؟ المشكلة أن زوجك قد تصادق مع أحد القرود، وإذا عاد إليك سوف يشتاق إلى صديقه مرة أخرى. هذا ما قاله لي زوجي، وهذا ما أخاف منه. إذن لابد أن نسعى إلى التفرقة بينهم. وكيف يكون ذلك؟ بالعقل يا كيادة، بالتفكير، بخطة نضعها ونضمن لها كل عوامل النجاة. إلي بها يا وسيطة، إلي بها. طبعا فهمت يا وسيطة، واستوعبت كل ما قلته، وسألعب الدور الذي طلبته مني بالضبط دون زيادة أو نقصان. ولك كل ما تريده يا طبيب. عن نفسي عرفت المطلوب مني، ولكن عليك بتحفيظ كيادة دورها حتى تجيده وتتقنه أمام زوجها حرشوف وصديقه ماهر. اطمئن إلى هذا يا طبيب، وأكرر قولي عليك مرة أخرى، إياك وأن يشعر حرشوف بما دبرناه معا يا طبيب. وهكذا يا مولاي تعهدت الجارة الوسيطة للزوجة كيادة بأن تفكر في خطة تبعد بها زوجها حرشوف عن القرد ماهر وتفرق بينهما، وقابلت الطبيب واتفقت معه على كل شيء. وعلى الجانب الآخر كان حرشوف يحاول إقناع صديقه ماهر بالعودة معه إلى الجانب الآخر من النهر حيث كان بيت حرشوف. وهل عاد القرد ماهر مع حرشوف؟ وهل وضعت وسيطة الخطة للتفريق بين الصديقين؟ لا تتعجل نهاية القصة يا مولاي، الأيام أمامنا كثيرة، وغدا نكمل بقية الحكاية.
سيكون موعدنا سيأخذنا لزمن كان ومقصده